يورجن كلوب بيهدد ليفربول بالرحيل، وده بسبب ايه؟ بسبب لاعب. لو اللاعب ده انتقل الى ريال مدريد يورجن كلوب هيرحل على ليفربول، وده بسبب انهم بقالهم سنتين ما جابوش ليورجن كلوب الصفقات اللي هو عاوزها. يا جدعان فكوا الخزنه شويه، الفريق بيضيع. بحسب شبكه ديفنسا سنترال ان يورجن كلوب متضايق جدا من اداره ليفربول وتعاملاتها مع الصفقات اللي بتروح من ليفربول كده. وقالت كمان ان يورجن كلوب غاضب جدا من صفقه تشاوميني اللي كان جاي ليفربول وفجاه ريال مدريد خطفه من ليفربول، وده بسبب ان الاداره دايما بتمطل مع الصفقات. فقال لك لو بيلينجهام اتعامل نفس المعامله وراح ريال مدريد انا من يرحل على ليفربول. طبعا هو عنده حق لان ليفربول بيقدم موسم كارثي، وبيلينجهام من اللاعبين الشباب الواعدين حاليا في العالم، فهيفرق جدا مع ليفربول. فهل انت شايف يا ابو الكباتن ما هو سبب انهيار ليفربول الكارثي السنه دي؟ هل الاداره ولا المدرب ولا اللاعبين ولا كل دول مع بعض؟ والله العظيم خبر مضحك. انت متخيل ان في لاعب شمتان في اقاله مدربه؟ انه الانتقام يا صديقي في كره القدم. اللاعب الجابوني اوباميانج لاعب نادي تشيلسي فرحان وسعيد جدا في إقالة مدربه جراهام بوتر في الوقت اللي كل لاعبي تشيلسي كانوا مصدومين جدا من البيان اللي نزله نادي تشيلسي عن إقالة جراهام بوتر. في الجانب الثاني بقى ذكرت صحيفة التليجراف ان اوباميانج ما كانش من اللعيبه اللي اتصدمت خالص، ده كان سعيد وفرحان جدا وعمل اعجاب كمان للبيان اللي اصدره النادي. طب ده بسبب ايه؟ ما هو اكيد في اسباب. بص يا ابو الكباتن، اولا ما كانش بيفارق الدك، كمان كان مخرجه من حساباته تماما، كمان خرجه من قائمه الفريق الاوروبيه، فعلى ما اظن ان دي اسباب تخلي اللاعب يعمل كده واكتر كمان. ما هو اللاعب ابو الكباتن في الاخر ملهوش الا الملعب. فهل انت ابو الكباتن مع ام ضد اقاله جراهام بوتر؟ الاسطوره ليونيل ميسي هيروح فين يا جدعان؟ هيروح برشلونه ولا يروح الهلال ولا هيجدد مع باريس ولا ايه حكايته بالظبط؟ محدش عارف يا ابو الكباتن. لو جيت ترتب الاوراق كده هتلاقي انه بنسبه كبيره مش هيكمل مع باريس، لان عقد التجديد اللي عرضه باريس كان بنص مرتب ميسي حاليا، فدي مفروغ منها تماما. اما عن عرض الهلال السعودي فده ما يترفضش خالص، 400 مليون يعني ضعف مرتب كريستيانو رونالدو، ولكن كل التقارير الصحفيه بتؤكد ان ميسي رفض العرض. وده علشان عاوز يكمل في اوروبا، يبقى باب الهلال السعودي برضه اتقفل، ما فاضلش غير باب واحد الا وهو رجوع الاسطوره ميسي الى بيته نادي برشلونه. فهل ممكن نشوف الاسطوره ميسي مره اخرى بتيشيرت نادي برشلونه؟ بنزيما يصوم ويفطر على شباك الخصوم، سبحان مغير الاحوال من حال الى حال. برشلونه كسبان في البرنابيو على ارض ريال مدريد 1-0 في مباراه الذهاب، ومباراه الاياب عندك في الكامب نو، يعني خلصانه ومستريح 24 ايراد. يحصل فيك كده؟ ريال مدريد ده فريق ملهوش كتالوج، اصل هتدرسه او هتذاكره ازاي؟ هو باين لك انه فريق ضعيف ومفكك شويه، يعني شويه نتائج وحشه على رحيل المدرب بتاعه وشويه المشاكل اللي انتوا عارفينها دي، ويجي ريال مدريد يقلب الترابيزه في ثانيه وعلى اي فريق وعلى اي ملعب، يعني مش فارقه معاه بقى هو بيلعب في ملعبه ولا على ملعب الخصم. وشوفنا ده كتير جدا السنه اللي فاتت في دوري الابطال، كريم بنزيما بيصوم من هنا وبيتغاب على الخصوم من هنا، افضل نسخه رمضانيه للاعب في كره القدم. وهتشيد بمين ولا بمين؟ جوهره ريال مدريد الراجل العجوز الامير لوكا مودريتش، بالله عليكم ده لاعب كبير في السن. والسؤال ده ليك انت يا ابو الكباتن، يا ترى ايه هي اهم اسباب خساره برشلونه امام ريال مدريد 4-1؟ اخيرا موعد انتقال امبابي الى ريال مدريد، كل جماهير كره القدم بيتسالوا هل امبابي هيروح ريال مدريد ولا لا؟ صحيفه اي اس الاسبانيه جاوبت على السؤال ده وقالت ان كيليان امبابي اتخذ قرار بشان مستقبله، وقالت ان امبابي قرر بالفعل الانتقال الى ريال مدريد في صفقه انتقال حر في 2024. وللي ما يعرفش ان كيليان امبابي كان قريب جدا من الانتقال الى ريال مدريد في 2022 وبرده في صفقه انتقال حر، ولكن إدارة باريس سان جيرمان ضغطوا عليه في اللحظات الأخيرة وبالفعل قدروا يقنعوه إن هو يجدد مع الفريق. فهل المرة دي ممكن نشوف امبابي فعلا بقميص ريال مدريد؟ نادي أرسنال بيجهز 60 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع البرتغالي كانسيلو. صاحبة اكسبريس ذكرت إن أرسنال بيخطط للتعاقد مع البرتغالي كانسيلو لاعب السيتي المعار لبايرن ميونخ، وقالت كمان إن الجانرز بيفكروا في تدعيم الباك اليمين للفريق، وقالوا الأرتيتا عايز مين يا عم أرتيتا؟ قال لك والله صفقات السيتي والشاي حلوة علينا وبتجيب فعالية، أديك شايف جيسوس وزينشينكو ناجحين مع الفريق، انا عاوز الواد البرتغالي ده جواو كانسيلو، خصوصا يا ابو الكباتن ان جوارديولا مش عاوز كانسيلو، وكمان ان بايرن ميونخ مش هيفعل بند الشراء للاعب، فاول ما اعارته تخلص من بايرن ميونخ نخلصه معاه. مع العلم على الجانب الثاني ان برشلونه كمان بتحارب علشان تتعاقد مع اللاعب، هيجوا يوم وافتكروا كلامي ده ان مانشستر سيتي هيندم جدا انه بيفرط في نجوم الفريق واحد ورا الثاني، لا ولصالح مين؟ لصالح منافسه المباشر على البريمير ليج. فهل هينجح ارسنال في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو؟ ريال مدريد يحاول خطف صفقه من البريمير ليج بمبلغ غير متوقع من بريز، حسب ما ذكر موقع جول فان بريز رئيس المرينج بيحدد مبلغ 90 مليون جنيه استرليني علشان يتعاقد مع ريس جيمس الباك اليمين لنادي تشيلسي، وده في خلال فتره الانتقالات القادمه. واشارت التقارير الصحفيه ان ريال مدريد كثف جهوده للتعاقد مع اللاعب، وده طبعا في ظل تقدم كارفخال في السن كمان مع تراجع مستواه من اول الموسم. اولا جيمس عنده 23 سنه، لاعب شاب ودولي وهينفع جدا ريال مدريد، تقريبا الباك اليمين مشكله في العالم كله، وهو حاليا من اقوى الاظهره اليمين اللي
اللي موجودة في أقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي. فهل تتوقع الصفقة هتتم فعلا؟ وهل لو تمت هيفيد ريال مدريد ولا لأ؟ لاعب شخصيته قوية جدا في الملعب وتصريحاته دايما قصف جبهات وشايف نفسه أسطورة وإنه أفضل من أنجبت كرة القدم. لاعب حريف وقائد وبيسجل من نص فرصة وبيعرف يلعب برجله اليمين وبرجله الشمال وبالهيد كمان. كان بيكره بيب جوارديولا جدا وما جاش معاه سكة. وعلشان أسهلها عليك هو بيلعب في الملعب في مركز المهاجم فيرود يعني. لعب في الدوري الهولندي والإيطالي والأسباني والإنجليزي حتى الدوري الأمريكي ما سابهوش ولعب فيه. طبعا مش هينفع أقول لك جنسيته علشان الفزورة تبقى صعبة شوية. يلا يا أبو الكباتن طلع الكوير اللي جواك وخمن مين هو اللاعب ده وبس كده. شكرا ليكم جدا على المشاهدة. اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الأخبار الجديدة. وأشوفكم الحلقة الجاية.